مصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أمينة كرم، مغربية، حصلت على لقب أحسن صوت طفولي في العالم العربي سنة 2013 على قناة طيور الجنة. ومن بعد بديت كنصور كليبات وتنطلع الحفلات مع نجوم قناة طيور الجنة. الفكرة جاتني أنا ملي كنت صغيرة، كانت عندي الموهبة ديال الغناء، كان عزيز عليا نغني، وجات الفرصة هذه وقدمت ليها. يعني ما كنتش منتظرة أنني غادي نفوز وأنني غادي نحقق هذه الشهرة كاملة، لكن الحمد لله انا ما انفصلتش على طيور الجنه وما كنتش دايره معاهم عقد. انا القناه كانوا متبنيين الموهبه ديالي، ويعني بغيت انا يكون عندي ستايل ديالي بوحدو، وان شاء الله قريبا غادي يكون عندي جديد من غير قناه طيور الجنه. قدمت لي هذه التجربه ديال 5 سنوات، اضافت لي الكثير، الشهره، محبه ديال الناس، ثقه في النفس، كيفاش نمثل الصوره ديال الفتاه المغربيه احسن صوره. الحمد لله، يعني شحال هذه في المغرب ما كانش هذا الستايل المعروف، والحمد لله. يعني انا كنحاول انني نوصل هذا الستايل هذا للناس، هو الفن الهادف. ضفت لي المواقع التواصل الاجتماعي، تعرفت على اصدقاء جداد من جميع الدول العربيه. التواصل ديالي مع الجمهور، كنعرف كيعرفوا اليوميات ديالي. مؤخرا كانت مؤخرا وصل الحساب ديالي في الانستغرام ل 500 ألف، نصف مليون. ويعني بديت كان يعني بدا التفاعل اكثر. عمر الحجاب ما كان عائق او كيمنع البنت انها تمارس الموهبه ديالها او انها تبرز الفن ديالها، والحمد لله. يعني ممكن نكون قدوه لكل بنت، ان يعني الحمد لله ما كنديرش شي حاجه اللي هي خايبه، بالعكس الفن اللي كنقدم هو فن هادف. من القدام ممكن ان شاء الله يكون عندي عقد مع احدى الشركات العالميه، وان شاء الله غادي تولي عندي، يولي عندي ستايل خاص بيا وستايل عالمي ان شاء الله. يا ما نفس عيش انسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يدفوا، يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح كل ما مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.